السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى المحاضرة السادسة والأخيرة من مقرر الأجهزة الطبية في غرف العمليات والعناية المركزة. إن شاء الله اليوم سوف نتحدث عن جهاز التنفس الصناعي. هذا هي الجزء الأول من المحاضرة السادسة. كما تعودنا سابقا سوف نتحدث عن استخدام أهمية الجهاز، كيف يتم تشغيل الجهاز، ومبدأ عمل الجهاز، ما هي بعض أنواع الأجهزة ومكونات الجهاز، وسوف نقارن بعض الشركات المصنعة ونعرف كيف نقوم بالفحص الدوري للجهاز. في بعض الأحيان يتوقف الجهاز التنفسي للإنسان بسبب إما فقدان الوعي أو أن الشخص تحت التخدير، فالحل نقوم بإمداد الجسم بالأكسجين خارجيا بواسطة جهاز التنفس الصناعي. الجهاز هو جهاز علاجي، وأيضا يستخدم كمراقبة لحالة المريض، يعطي إنذارات مبكرة، تغذية راجعة في حالة وقوع تدور في حالة المريض، بحيث أنه نقوم بعمل الحل اللازم للمريض. كيف يعمل الجهاز؟ ببساطة أنه إذا افترضنا أن هذه هي الرئة، هذا هو الهواء الذي سوف يمر من الخارج إلى الرئة. حتى يمر الأكسجين من الخارج إلى داخل الرئة يجب أن يكون الضغط خارج الرئة أكبر من الضغط داخل الرئة، فلذلك يقوم الحجاب الحاجز بالانقباض فيقلل الضغط داخل الرئة. عند تقليل الضغط داخل الرئة يكون الضغط الجوي أو الضغط خارج الرئة وهو الضغط الجوي أكثر من الضغط داخل الرئة، فيمر التيار الهواء من خارج الرئة إلى داخل الرئة. حسب المعادلة الذي أخذناها سابقا في أكثر من جهاز، أن معدل التدفق ما هو إلا الضغط على المقاومة مرور الهواء إلى الرئة. في كل مرة يدخل، عندما الإنسان يقوم بعملية الشهيق الذي يسمى بالإنسبيريشن، يدخل كمية أو حجم معين من الهواء إلى الرئة. هذا الحجم يسمى بالتايدل فوليوم. إذن التايدل فوليوم هو حجم الهواء الذي يدخل في كل مرة تحدث عملية شهيق. هذا الحجم التايدل فوليوم حوالي يبلغ 500 مليليتر في البالغين أو في الأدلت. الإنسان يتنفس 16 مرة في الدقيقة الواحدة بما يسمى بالرسبيريشن ريت. إذن لو أردنا أن نحسب ما يسمى بالمينت فوليوم، وهو مجموع الهواء الداخل للرئة خلال الدقيقة، فهما نقوم بضرب التايدل فوليوم مضروب في الرسبيريشن ريت. الانسبيريشن تايم يعرف بزمن التنفس، انسبيريشن فلو ريت يعرف بمعدل تدفق التنفس، ويقاس باللتر لكل مينت، كم لتر دخل إلى الرئة أو كم مليلتر دخل إلى الرئة في الدقيقة الواحدة. بالعكس، إذا أردنا أن يتم خروج الأكسجين الموجود في الرئة إلى خارج الرئة، فيجب أن يكون الضغط داخل الرئة أعلى من الضغط الجوي الخارجي، فيجب أن يكون هنا يقوم بالانبساط الحجاب الحاجز، فيقوم ب خروج الهواء من الرئة، يخرج إلى خارج الرئة. زمن الزفير هنا يسمى بالإكسبيريشن تايم. نسبة زمن الشهيق إلى زمن الزفير يسمى بالآي إلى إي ريشيو. الرقم الطبيعي لهذه النسبة هي 1:2 كما سوف إن شاء الله نرى لاحقا. كيف الشكل الذي أمامنا يوضح الضغط داخل الرئة لإنسان سليم. التنفس الطبيعي يسمى بالسبونتينيوس بريثينج، أو التنفس التلقائي أو الطبيعي. ما هو الذي يحدث؟ كما تكلمنا، حتى تحصل عملية الشهيق لابد أن يكون الضغط داخل الرئة بالنيجاتيف أو بالسالب، ثم يرتفع ضغط الرئة إلى فيصبح موجبا فيخرج الهواء من الرئة إلى الخارج، وهكذا نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف، هكذا تتكرر العملية 16 مرة في الدقيقة الواحدة.
هذا بالنسبة إذا كان الإنسان سليم. لو كان الإنسان غير سليم فنحتاج إلى أن نقوم بإدخال الأكسجين إلى جسمه عن طريق جهاز نسميه جهاز الفنتليتر، ولأن الضغط الذي سوف نحدثه هو بوزيتيف أي موجب فنسمي الجهاز بوزيتيف بريجر فنتليتر. نقوم بإحداث ضغط معين عن طريق البستون أو عن طريق ميكانيكس معين إن شاء الله سوف نتحدث عليه لاحقا، ثم نقوم بإزالة ذلك الضغط تدريجيا فتحصل عملية الزفير. إذن هذا هو الذي أمامنا، عملية شهيق ثم تلوها عملية زفير عن طريق الفنتليتر عن طريق الجهاز نفسه. إذن بكل سهولة أنا أريد أن أدخل حجم معين إلى داخل الرئة، فماذا أقوم بعمل؟ بزيادة الضغط حتى يصل إلى ما يسمى بالبيك إنسبيريشن بريجر أو الضغط العالي لعملية الشهيق. عندما يزداد هنا يزداد الفوليوم الذي سوف يدخل إلى جسم الإنسان تحصل عملية حسمة ما يسمى بالإنسبيريشن. عندما أقلل الضغط يحصل أن الفوليوم يخرج الهواء من داخل الرئة يخرج إلى خارج الرئة بكل سهولة. أستطيع أن أرسم الضغط إلى الفوليوم، يعني سوف يطلع على شكل لوب بهذا الشكل الذي أمامنا، لوب على شكل لوب. إذن العملية تكمن كيف تحدث ضغط حتى تقوم بإدخال الهواء إلى جسم المريض أو إلى رئة المريض. إذا ما عليك إلا أن تحدث ضغط، الضغط هذا سوف يصل إلى أعلى قمة ما يسمى بالبيك بريجر، ثم إذا هذه العملية تسمى بالإنسبيريشن، ثم يحصل ما يسمى بالهولد أو توقف نظرا لأن الأكسجين يحصل تبادل داخل الرئة، لذلك الأكسجين الداخل يحصل تبادل داخل الرئة من الرئة نفسها إلى الشعيرات الدموية، وانتقال لثاني أكسيد الكربون من الشعيرة الدموية إلى من الدم إلى داخل الرئة، ثم تحصل بعدها ما يسمى يقل الضغط إلى أن يصل إلى ضغط معين هو يسمى البيب. البيب نعني به بالبوست اند اكسبيريشن بريجر، أي معناه الضغط الذي داخل الرئة بعد عملية الزفير. يجب أن يكون الضغط هنا لا يصل إلى زيرو، لأنه لو وصل إلى زيرو إذا كانت الرئة لا يوجد فيها أي ضغط هذه حالة مرضية. يجب أن يكون الرئة بعد عملية الزفير تحتوي على ضغط معين يمنع من عملية يحصل تلاصق لجدران الرئة. الشكل الذي أمامك هو لشخص سليم. لو كان عندي مشكلة في معينة، هذا مثلا الشكل الذي أمامنا لا يكون بشكل البيك بريجر، ليس بشكل مضبوط ولا الضغط ما يسمى البلاتو بشكل مضبوط، فلذلك هذا المريض عنده مشكلة في الرئة. لدينا مصطلح مهم ما يسمى بالكومبلاينس، وهذا المصطلح هو نستطيع قياس مرونة وقساوة الرئة، وهو عن طريق قسمة كم الضغط اللازم لإدخال حجم معين إلى الرئة. فمثلا كلما يكون الرقم هذا كبير معناته أنه أنا محتاج ضغط عالي حتى أدخل فوليوم معين إلى جسم المريض. هذا الرقم عندما يكون صغير معناته أنه أنا محتاج ضغط قليل علشان أدخل فوليوم معين إلى رئة المريض. إذن في رقمين مهمين ما يسمى بالبيب والكومبلاينس بعد عملية بعد إتمام عملية الزفير وقبل عملية الشهيق القادمة أو التالية. أقوم بحسابهما لمعرفة الهيلث ستيتس كونديشن أوف الحالة الطبية للرئة بعد عملية الزفير. إذن الجهاز كيف يتم استخدامه بسهولة؟ ما نرى الآن هذا هو الفلوريت
أحيانا يكون الفلو يكون بوزيتيف ثم ينتقل إلى يكون نيجاتيف. هذا هو الفوليوم الذي دخل إلى جسم المريض. هذا هو الضغط الذي تحدثنا عنه سابقا، كم الضغط الذي تعرض له ورئات المريض حتى يمر الفوليوم. إذا أنا ممكن أضبط كم نسبة الأكسجين، كم نسبة الأكسجين الذي سوف تدخل لجسم المريض كلما يكون الشخص يعني مصاب بمرض خطير، كلما الدكتور يزيد نسبة الأكسجين. هذا هو البيب، كم الضغط داخل الرئة بعد عملية الزفير. أيضا الريسبيريشن ريت، يجب ضبط كم يتنفس المريض في الدقيقة الواحدة. هنا التايدل فوليوم، كم نريد أن يدخل لنا الجهاز مليليتر في كل تنفس. هنا يظهر لي الجهاز أيضا كم مقدار البريجر أو الضغط العالي، وهذا المين المتوسط، هذا مقدار البيب respiration rate. I إلى E كم مقدار الانسبيريشن تايم إلى الإكسبيريشن تايم، يعني الإنسان يأخذ وقت في الزفير أكثر من الشهيق. هذا هو الفوليوم الذي يعطيها الجهاز أثناء عملية الإنسبيريشن، ويأخذ في الإكسبيريشن حوالي أقل من نسبة الإنسبيريشن. إذن في أشياء معينة مثل هذه الأرقام التي لدينا تحدد هل الإنسان سليم أو غير سليم، فلذلك يتم ضبطها يعني ومراقبتها باستمرار داخل جسم داخل الرئة. الآن لو افترضنا مثلا ضبطت الجهاز على التايدل فوليوم مقدار 500 مللتر، فأنا أريد في كل تنفس يتنفس فيها المريض أو في كل تنفس يعطي الجهاز للمريض أن يدخل حجم معين من الهواء مقدار 500 مللتر. كيف يستطيع الجهاز أن يدخل 500 مللتر؟ عن طريق زيادة الضغط. يقوم بزيادة الضغط، يرتفع الضغط الذي يسلطه الجهاز على المريض حتى يدخل 500 مللتر. لو كان هناك مشكلة في عائق، يوجد عائق أمام دخول الهواء، فلا يستطيع الجهاز إيصال الفوليوم إلى 500 مللتر، فيقوم الجهاز بزيادة الضغط حتى يدخل التايدل فوليوم المطلوب داخل جسم المريض. هذا النمط من عمل الجهاز يسمى الفوليوم تارجت فنتيليشن. في الفوليوم تارجت فنتيليشن نرى أنه أقوم بيثبت قيمة التايدل فوليوم تكون ثابتة، كم مقدار الحجم الذي سوف يدخل إلى جسم المريض بكل تنفس يكون ثابت، والضغط يكون متغير. فخطورة الجهاز عندما إذا ازداد الضغط إلى قيمة كبيرة جدا قد تؤثر على الرئتين. فما هو الحل؟ الحل ننتقل إلى نمط آخر من العمل، ما هو يسمى بالبرجر تارجت فنتيليشن. نقوم بالعكس، نثبت الضغط الذي لن يتعداه الجهاز، ويصبح الحجم المراد إدخاله متغير بتغير الضغط. معناته أنه سوف يرتفع الضغط إلى قيمة معينة مثلا 30 كيلو باسكال، عندها الجهاز لن يعطيك ضغط أكثر من هذا الضغط المطلوب. قد يقول قائل أن التايدل فوليوم سوف لن يدخل 500 مليلتر بالضبط، وهذا معروف أنه النمط الأكثر أمانا في الجهاز أن تستخدم أن يكون عندك الضغط ثابت ويكون الفوليوم متغير حتى تضمن أنه لن يزداد الضغط إلى ضغط قد يضر رئتي المريض. إذن هذا الفرق ما بين الفوليوم تارجت فنتيليشن والبرجر تارجت فنتيليشن، والأمن مثل ما ذكرت أنه هو البرجر تارجت فنتيليشن. فهنا نجد الفنتيليتر هو الذي يقوم بالعمل بشكل كامل، وهو الذي يبدأ يعمل تريجر، وهو الذي ينهي عملية التنفس. هنا
الذي ممكن البيشنت يعمل تريجر لعملية التنفس. هنا البيشنت ممكن يتنفس طبيعيا ما بين كل من دوثري، وإذا لم يستطع أن يتنفس ممكن الجهاز هو الذي يدعم المريض أثناء عملية التنفس. الجهاز مكون بشكل بسيط جدا، ما يسمى بالبيشن سيركت الذي يركب على فم المريض، جزء للإنسبيريشن وجزء للإكسبيريشن، يتحكم في عملية دخول الهواء وخروج الهواء من رئة المريض. أوسع ممكن تكون الرسمة بهذا الشكل. ما هو المود الذي سوف نختاره؟ هل هو فوليوم كنترولد أم بريجر كنترولد؟ إذا كان فوليوم كنترولد سوف نقوم بضبط بعض المتغيرات مثل الريسبيريشن ريت، الفلو والتايدل فوليوم، كم نسبة الأكسجين، والبيك فلو كم أقصى حد للفلو، وقيمة البيب الذي تكلمنا عنها سابقا. في حالة البريجر كنترول سوف يقوم بضبط بعض المتغيرات أيضا. هذا هو المايكرو بريشر الذي سوف يتحكم بالعملية بشكل عام. هنا يوجد لدي ما يسمى بالسورس أو مصدر للهواء، وهنا مصدر للأكسجين، هنا ما يسمى بالإير فلو سنسور، وهنا الأكسجين فلو سنسور يقوم بتحسس كم مقدار الفلوريد، هنا ما يسمى بالإير فالف الذي سوف نتكلم عليه لاحقا أو صمام لدخول الهواء، وهنا صمام أيضا لدخول الأكسجين. سوف يتحكم بهما ما يسمى بالكنترولر، كنترولر هنا يتحكم بمقدار كم مقدار الأكسجين الذي سوف يمر إلى جسم الإنسان وكم مقدار الهواء، يحصل الخلط ما بين الهواء والأكسجين ثم يمر إلى البيشنت أو إلى المريض. هنا لازم أتحسس كم مقدار الضغط، الضغط للمريض أو ضغط الهواء، وهنا ما يسمى بالإكسبيريشن فالف الذي سوف يخرج الأكسجين أو الـCO2 أو ثاني أكسيد الكربون يخرج إلى خارج رئة المريض. هناك أنواع كثيرة من الأجهزة تعتمد على أشكال مختلفة. فنجد لدينا مثلا هنا ما يسمى ما هو نوع الطاقة المستخدمة، ماذا هل الجهاز نقوم بتوصيله بالكهرباء فيعمل الجهاز، أم نقوم بتوصيل الجهاز بالهواء، هل الجهاز نيوماتيكالي، يعني يوجد أنواع كثيرة من الأجهزة. إذا كان الجهاز يعمل بطاقة الهواء فإننا نحتاج إلى إلى سورس للهواء داخل المستشفى الذي يقوم بتحريك ما يسمى بالدرايفر داخل الجهاز. هذا الجهاز يكون مناسب للأجهزة المنقولة حيث لا تتوفر فيها الكهرباء، وأيضا يكون مناسب عندما للفنتليتور التي سوف نقوم بإدخالها إلى جهاز الامراي إذا كان البيشنت عند حالة مشكلة معينة في التنفس ونريد أن نصوره بجهاز الرنين المغناطيسي، فالأفضل أن يكون الجهاز مصنوع بطريقة النيوماتيكالي. حقيقة أن الأجهزة الآن أصبحت مدعومة تعمل بطريقة كهربائية وهوائية، ممكن أن يعمل بالطريقتان، والآن أصبحت معظم الفنتليتورز تعمل بذلك الشكل. يوجد لدينا أيضا ما يسمى بالأوبن لوب والكلوز لوب. الأوبن لوب إذا أنا ضبطت مثلا التايدل فوليوم على 500 مليلتر فالجهاز سوف يخرج لي 500 مليلتر. أحيانا الجهاز لا يتحسس كم هل فعليا أخرج 500 مليلتر أم لا، فإذا كان الجهاز عنده تغذية راجعة يقوم بتحسس كم مقدار الفلو الذي طالع بالضبط. فمثلا لو أنا ضبطت الجهاز على 500 مليلتر الجهاز فعليا يطلع 450 مليلتر، فيقوم الجهاز بعمل حث للقطع الإلكترونية في المتحكم أو في الجهاز، يقوم بزيادة الفلوريت فيصل مثلا إلى 480، ثم
في المرة الثالثة يصل إلى مثلا إلى 500، وهي قيمة التايدل فوليوم المطلوبة. إذا الجهاز ممكن يكون أوبن لوب، لا يعطي أي تغذية راجعة ولا يقوم بتحسس الفوليوم الطالع من الجهاز، أو ممكن يكون كلوز لوب يقوم بتحسس كم مقدار الفوليوم الطالع من الجهاز. وهذه في معظم الأجهزة الآن أصبحت كلها ذكية وتدعم تلك الطريقة. لكن السؤال هو الطاقة الكهربائية أو الهوائية الإلكتريكال والنيوميتيكالي كيف سوف تتحول إلى الطاقة الميكانيكية، الطاقة الميكانيكية التي سوف تدفع الهواء إلى الرئة. يوجد لدينا ثلاثة أنماط من العمل، ما يسمى بالبيستون والبيلو والسولونويد فالف. ممكن نرى مع بعض ما يسمى بالبيستون. البيستون ممكن يكون لينير، فممكن دفع البيستون بهذا الشكل، يأخذ الهواء من هنا ويدفعه إلى البيشنت. ممكن يكون حركة البيستون روتري أو دائرية، فيتحرك بهذا الاتجاه ويرجع بهذا الاتجاه عند حركة. الطريقة الثانية ما تسمى بالبيلو، كما تروا أمامكم. هناك ما يسمى بالموتور يقوم بتحريك ما يسمى بالإنلت، هذا الجزء كله يسمى الكمبرسور، والذي يقوم بضخ الهواء إلى ما يسمى بالبيلو. يقوم الغاز بالدخول إلى البيلو، ثم عندما الكمبرسور يعمل يقوم بضخ الغاز الذي دخل إلى البيلو، يقوم بضخه إلى البيشنت. هذه طريقة يعني سهلة جدا لضخ الغاز إلى جسم المريض. آخر طريقة ما يسمى السولونويد فالف. هنا كما تروا ممكن توصيل الفالف هذا وايرز، هنا ما يسمى كويل وسبرينج أو ما يسمى بسبرينج، يقوم بالنزول إلى تحت عندما يريد إغلاق مجرى الهواء، أو الطلوع إلى فوق عندما نقوم بفتح مجرى الهواء عندما نريد تغيير الفلوريت. مثلا أريد فلوريت معتدل، فأقوم بوضع السولونويد فالف ما بين الفتح وما بين القلق، يعني في النص، بحيث أنه يمر هواء قليل جدا إلى داخل الرئة. هذه بعض الأنماط المختلفة للتحكم في الفلوريت إلى داخل جسم المريض. شكرا لمتابعتكم، ونكمل في الجزء الثاني.